واليوم سنتكلم عن حيوانات غريبة النوع ربما تشاهدها لأول مرة أول نوع في مجموعة الحيوانات الغريبة هو حيوان المدرع الوردي، وهو أصغر أنواع الحيوانات المدرعة، ويبلغ طوله فقط من 5 إلى 6 بونصات، وهو الحيوان الوحيد الذي تكون الصدفة الظهرية الدرع منفصلة عن الجسم تقريباً، ويكسوه على الجوانب فرو. موطن هذا الحيوان هو الأرجنتين، ويتغذى على النمل والديدان وبعض الأعشاب والحلزونات الصغيرة والحشرات ومقالب حادة وقوية، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو حيوان من أغرب الحيوانات في العالم. ثاني نوع في مجموعة حيوانات غريبة وهو حيوان نادر ومن الحيوانات المهددة بالانقراض، وعلى الرغم من غرابة شكله إلا أنه يقترب من رتبة الشمبانزي، فهذا الحيوان من فصيلة القردة وأحد أنواعها التي تعيش في مدغشقر، وهو من أغرب الحيوانات في العالم. حيوان الغزال المنعقد ثالث نوع في مجموعة الحيوانات الغريبة هو حيوان الغزال المنعقد، وهو نوع من الغزلان الصغيرة التي تتميز بخنصل سوداء بارزة على جبهتها. هذا الحيوان يتواجد في الصين ويعتبر حيوان خجول، ولذلك هو منفرد عادة أو يعيش في أزواج، ويفضل الأماكن المموهة حيث تكون عديمة الرؤية بشكل جيد. اخطبوط دمبو رابع نوع في مجموعة حيوانات غريبة هو اخطبوط دمبو، وهو نوع يعيش في أعمق نقطة في المحيط، تم اكتشافه عام 1999، وهو يشبه الجرس، ويصنف اخطبوط دمبو من أغرب الحيوانات في العالم. دولفين إيرودي خامس نوع في مجموعة حيوانات غريبة، وهو نوع من دلافين المحيط التي توجد بالقرب من سواحل البحار وتتواجد في خليج البنغال وجنوب شرق آسيا. يرتبط وراثيا بالحوت القاتل، يتغذى عادة على الأسماك الصغيرة وبيض الأسماك وبعض القشريات، ويصنف من أغرب الحيوانات في العالم. حيوان غزالة رقبة الزرافة حيوان غزالة رقبة الزرافة غزالة تعيش في شرق أفريقيا، ولها رؤوس صغيرة بالنسبة إلى أجسادها، ولها عيون وآذان كبيرة. تتغذى على شجر الأكاسيا، لذلك غالبا ما تقف على أرجلها الخلفية لكي تصل إلى الفروع العالية، وتعد غزالة رقبة الزرافة من أغرب الحيوانات في العالم. الجلكية الثدييات آكل اللحوم في جزيرة مدغشقر، ولها علاقة مع حيوانات ما قبل التاريخ. يصل حجمها إلى حجم الأسد، ويصنف حيوان الفوسا من أغرب الحيوانات في العالم. حيوانات الخلد ذات الأنوف النجمي حيوانات الخلد ذات الأنوف النجمي، وهي عبارة عن حيوانات صغيرة لا يتعدى وزنها 50 جراما فقط، وهو وزن يعادل ضعف وزن الفأر، وهي تعيش في أنفاق ضحلة في الأراضي الرطبة، وتتصيد فرائسها تحت الأرض وتحت الماء كذلك.